السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس أو فيما عند الناس يحبك الناس. توقف كده مع الكلمات كده وقفة سريعة صغيرة. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الخير، وأي خير أعظم من أنه جاء ليسأل عن عمل يجعل الله جل جلاله بعزه وقدرته يحبه، وفي نفس الوقت يسأل عن عمل يجعل الناس يحبونه. في إجابة بليغة وجيزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. لو جينا نبص للحديث ده، أولا يجب أن يحرص الإنسان مهما كان صلاحه، مهما كانت تقواه، مهما كان قدر عمله الصالح، لابد وأن يبحث عن كل الطرق التي توصل لمحبة الله سبحانه وتعالى، وكلها يسيرة، والله كلها يسيرة، ولكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. طرق يسيرة ولكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، وعسيرة على من عسرها الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه يتظاهر أو يدعي محبة الله. ازهد في الدنيا، دائما نجد أن القرآن وحديث السنة تدعو إلى عدم التعلق بالدنيا، وتدعو إلى عدم الافتتان بالدنيا، لأنه لا يوجد عاقل على وجه الأرض يعيش بإيمان وبيقين مع الله سبحانه وتعالى يعرف ويعلم أن هذه الدنيا مهما كانت عظمتها فهي حقيرة، فحينها يزهد فيها. لماذا؟ لأنه لن يبقى فيها، لن يخلد فيها، لن يعمر فيها، بل هو ذاهب وتاركها كما تركها غيره. فلا بد من لحظة، كما قال الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. العاقل هو الذي يجعلها مزرعة للآخرة، هو العاقل الذي يعلم أن كل عمل يعمله الإنسان في الدنيا إنما يجني ثمرته في الآخرة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
الزهد في الدنيا مطلوب. طيب الزهد في الدنيا ان انا اعيش بثياب مرقعه واتسول واتجول؟ لا لا لا، الزهد في الدنيا، حقيقه الزهد ان الانسان يعيش فيها ويتنعم فيها بنعم الله سبحانه وتعالى عليه بما احله الله جل جلاله له، ولكنه لا يجعلها تشغله عن طلب الاخره، بل هو يدخرها للاخره، وفي نفس الوقت قلبه لا يتعلق به، قلبه غير مفتون بها، غير مستمسك بها، غير باك عليها، مش باك على الدنيا في أي شيء. وفي نفس الوقت محبة الله جل جلاله هذه ستجلب له المحبة عند الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إلى آخر الحديث. الشيء الثاني أن الناس دائما إذا من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم يريدون أن يحتفظوا به ويخافون عليه ويفعلون كل ما في وسعهم لأن يظل معهم هذا النعيم ما عاشوا في الدنيا. والطمع يملأ قلب الإنسان، الطمع يملأ قلب الإنسان على قدر الإيمان وعلى قدر اليقين عند الله سبحانه وتعالى فيما عند الله، يكون نظر العبد للدنيا ويكون نظر العبد فيما عند الناس وفيما في أيدي الناس. فالناس إذا سئلوا دائما، غالب أحوال الناس أنك إذا سألت شخصا شيئا ما فإنه يتضايق ويضجر وربما يغضب وربما يقاطعك. والبعض الذين ملأ الله سبحانه وتعالى قلبهم خيرا وإيمانا إنهم يعرفون هذه النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ويعلمون يقينا بأن لله حقا فيها، يعلمون بأن لله حق فيها، فيؤدون حق الله جل جلاله. ولكن الغالب من الناس أنهم دائما لا يحبون أن ينظر أحد إلى ما في أيديهم، لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزهد العبد فيما عند الناس وفيما في أيدي الناس، لأن الإنسان لن يدرك منه شيئا إلا بقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى له في الدنيا. لذا لابد أن يجعل الإنسان همه الآخرة، همه كله هو الآخرة. إذا جعل العبد همه الآخرة جعل الله له الدنيا والآخرة، جمعهما له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، يرغمها الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس من طلاب الدنيا بل هو من طلاب الآخرة، فهو يعلم أنه لن يتعلق قلبه بها ولن يستمسك به. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، يجمع له الله سبحانه وتعالى كل ما يريد. ولذلك كما يقولون: كن لله كما يريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن الله لك فوق ما تريد. شوف انت ممكن تتخيل ايه الله سبحانه وتعالى يعطيك اياه، ولكن تمسك بالآخرة، استمسك بالآخرة، لا تتعلق بالدنيا، لأننا جميعا سنتركها ونرحل. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، راضي، قانع، مستريح، مطمئن، خلاص، لأنه يبحث فيما عند الله. أما الآخر: ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، طول النهار حيران في الدنيا، ما هوش مستقر، ما هوش مستريح، مش مطمئن، مش هادي البال، فكره مشتت، مش عارف يعمل ايه، من هنا لهنا لهنا لهنا. ليه؟ لأنه بيدور على الدنيا والدنيا زائلة وضائعة. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يناله من الدنيا
إلا ما قدر له، لن يأخذ إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له في الدنيا. أسأل الله جل جلاله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم املأ قلبنا بحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك ومنك وإلى طاعتك يا رب العالمين. املأ قلوبنا إيمانا بك، املأ قلوبنا يقينا بك، املأ قلوبنا رضا بك يا رب العالمين. توفنا وأنت راض عنا وعلى طاعتك يا رب أعنا. اغفر لنا الذنوب، استر علينا العيوب، تقبلنا في أمن أهل رمضان، اشملنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.